أود أن أشكر الزبائن الكرام وأهنئهم على هذا اليوم في هذا اليوم، وأيضا أرحب بسرعة بالأسرة الإعلامية. اليوم أتقدم بأسماء التهاني والتقدير لفريق العمل والجهود المبذلة لضمان التسليم الدفعة الأولى من السيارات للزبائن بنجاح، وذلك بعد اقتضاء أقل من 45 يوم فقط من إيداع ملفاتهم أو طلبياتهم. وارتأينا اليوم أن يكون هذا التسليم من عاصمة الغرب الجزائري وهران، وستكون عملية التسليم أخرى تبعا عبر جميع وكلائنا اللي هم 30 وكيل عبر كامل التراب الوطني، وهذا ابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله. وهذا يعكس التفاني الذي نثقله لتقديم أفضل الخدمات، سواء في احترام مواعيد التسليم أو خدمات ما بعد البيع كما ينص عليه دفتر الشروط. وبصفة عامة والكل أيضا يتساءل عن وفرة قطع الغيار، فإننا نطمئن الجميع وخاصة الزبائن أنها متوفرة لدى كل وكلائنا عبر التراب الوطني وبضمان 7 سنوات. وللعلم أن هذا الضمان الضمان شيري في الجزائر هي الوحيدة لتقدم ضمان 7 سنوات في سيارتها أو 200 ألف كيلومتر.